من ضمن الاوبشنز الجميله جدا في الاكسل من اول اكسل 2020 21 قبل كده مش هتلاقيها في فانكشن اسمها فلتر. فلتر دي بصراحه يا جماعه بصراحه اختراع بجد بجد اختراع. لما تيجي دلوقتي في حاجه اسمها فلتر هندوس كده يساوي فلتر اهو هتلاقي كلمه فلتر هندوس عليها مرتين ويقول لك انت عايز نقول له احنا عايزين نعلم على ده كله تمام علمنا على كل الاعمده دي كلها وبعد كده ندوس كومه بيقول لك لا مش كومه انا عندي اللي هي دي اللي هي سيمي كولوم الانكلود دي اللي هي ايه بقى الانكلود اللي انا عايز اي حد الفلتر دي اللي انا بفلتر على حد معين اقول له انا عايز المسمى الوظيفي ده لما بيساوي كلمه محاسب اهي محاسب انا قفلت الكوس اهو طلعها لي بص ايه اللي هيحصل طلع لي كل اللي اسمه محاسب اهو طبعا انت كده ممكن تضيف ال يعني الهيدر هنا مثلا اهو تاخده كده كوبي وتروح عامله هنا كده اهو كده عمل لك فلتر على اي محاسب بحيث لما تيجي هنا تكتب مثلا محمد تحسين وتكتب هنا محاسب هيظهر تاني محمد تحسين اهي ومحاسب وطبعا ممكن نحط مثلا الراتب بتاعه مثلا 500 جنيه ومثلا رقم التليفون اهو والرقم بتاعه اهو بصوا تخيلوا تخيلوا الجمال في الموضوع ده ان انت بس بتعمل محاسب على ان انت بتعمل فلتر على كلمة محاسب بس تابعوني لو انت على تيك توك اعمل فولو ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب واتمنى لو عجبك الفيديو تشيره مع ناس زمايلك واعمل لايك للفيديو وصدقني صدقني هتستفيد كتير قوي قوي في الاكسل لو عندك اي حاجة ابعتها لي في الاكسل وان شاء الله اشرحها لك شكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.